مجلة مجمع اللغة العربية في عددها الأول، أولاً أول شيء فيها هو تغيير عنوانها، حيث ارتأى صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله الدكتور سلطان القاسمي أن نربط اسمها بالمجمع. كان اسمها العربية لساني، فآثر أن يكون العنوان للمجلة مجلة مجمع اللغة العربية بالشارقة، حتى ترتبط المجلة بالمجمع. هذا العدد بارك الله فيك هو عدد متميز، حيث جاءت فيه سلسلة من الموضوعات والمقالات المتميزة. أول مقال هو الشارقة قلعة ثقافة ومنارة العلم، سلطت فيه الضوء في الافتتاحية عن هذا المشروع الحضاري الذي تحمله الشارقة وتقدمه للعالمين للناس أجمعين، وتحدثت بأنها هي وارثة غرناطة وقرطبة في العصر الخالد الذهبي. كما جاء في العدد شيء من أخبار المجمع، حيث استقبل حاكم الشارقة حفظه الله الوفد الإفريقي الذي كان يضم 7 علماء ولغويين من 7 دول، ناقش معهم سموه واقع اللغة العربية في بلادهم، فسلطنا الضوء على واقع اللغة العربية في القارة السمراء. نحن على صلة مع كوكب من العلماء والمثقفين كتبوا في هذا العدد، لدينا موضوع جميل جدا حول غريب الحديث النبوي. هذا الموضوع خصصه صاحبه للكلمات الغريبة التي لا نستعملها اليوم ووردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا تتضمن هذه المجلة في عددها الأول تحليلا جميلا لمسرحية الشيخ سلطان حفظه الله، وهي الصراع بين الظلام والنور، وهو شخصيا قال لي ذات يوم: أنا عانيت كثيرا وأنا أكتب، لأن الكاتب الحقيقي والشاعر الحقيقي يعكس المعاناة، لا يكتب للترف أو لا يكتب لمجرد يريد أن يؤرخ لكلمة، إنما يعاني تجربة حياتية فيكتب ويسيل قلمه وتسيل قريحته. بالإضافة إلى موضوعات أخرى، أدعو المشاهدين، أدعو طلاب الأدب وكل الغيورين على اللغة العربية أن يتابعونا في موقعنا في مجمع اللغة العربية، فإنهم يجدون النسخة الإلكترونية لمجلة المجمع التي ستصدر كل شهرين إن شاء الله.